مصطفى مطاوع مرشح الغرفه التجاريه لمحافظه دمياط. النهارده اول ما فتحنا اللجان اتفاجئنا بان اتوبيسات جايه بناس وفود كبيره جدا جدا، وناس شكلها لا مالهاش سجلات ولا حاجه. كنت قاعد مع واحد في اللجنه فلقيته بيقول ان احنا عملنا قبل ما باب التسديد يقفل سددنا الألف واحد، منهم 16 سنه ومنهم ناس فلاحين ومنهم ناس من الارياف. واتفاجئت بوفود جايه بوتوبيسات، وفود كبيره جدا جدا جدا، وحشود رهيبه جدا ما تدلش على ده ان دي غرفه تجاريه. في اصلا حصل تواطؤ بين الموظفين والغرفه التجاريه مع المرشحين القدامى اللي هم عاملين قائمه، وانا دخلت الغرفه التجاريه دي لخدمه صغار التجار وليس كبارهم، لان كبارهم هم المسيطرين على الغرفه التجاريه ومسيطرين على كل المناحي الاقتصاديه في دمياط. ولا زال الفرز شغال لحد دلوقتي، واحنا منتظرين النتيجه ونامل ان النتيجه تكون خير ان شاء الله، واحنا بنامل ان يبقى في تغيير، وان شاء الله في تغيير، وان شاء الله في جديد، وان شاء الله الامل في اولادنا والامل فينا والامل في الشعب عموما. واتمنى ان الشعب بقى يفوق وما ينتخبش قائمه مقفوله، ويحاول انه ينتخب افراد وينتخب ناس جيده تمثله بحق وليس تمثل نفسها. فاحنا المفروض ان النهارده الناس تغير، محدش يسحب واحد يقول له تعالى انتخب وتعالى حط للدول وحط للثمانيه دول، لان الطبيعي ان مفيش مجتمع كله صالح ولا كله فاسد، والمجتمع مفتوح للجميع. فالمفروض ان الشعب يعلم ان هو اللي هيغير، ومحدش هيغير له، ومحدش هيجي يعمل له حاجه، ويجب يبقى عنده ايجابيه وباسلوكه افضل من كده، وما يجيش حد يسحبه يسدد له بتاع وصل ب 30 جنيه يجي ينتخبه ب 30 جنيه وهو في تاجر الشارع ب 30 جنيه. فهو المفروض ان يبقى الناس تفهم لما يدخل ينتخب يبقى له راي، ومحدش يفرض عليه، محدش يعلم له بايده. ولكن اللجنه القايمه على الانتخابات كانت لجنه ممتازه ومشرفه وما فيش اي تجاوز، وناس محترمين جدا، واحنا نشكرهم على الاداء اللي هم ادوه والتعب اللي هم تعبوه عشاننا. واحنا بنطلب ان شاء الله في المرات الجايه ان شاء الله ان الناس ما تخافش وتتقدم وتيجي وتحضر ويبقى في ايجابيه، وده المطلوب. واحنا بنطلب ان شاء الله ان ربنا يكرمنا ويكرم الجميع، ويكون النجاح يحالف الاصلح والافضل، وربنا ييسر الامور. واحنا الحمد لله ادينا الدور المنوط بينا، واحنا الحمد لله برضو جينا ووصلنا وحركنا الشارع وادينا دور قدام ناس قدام عندهم خبره، واحنا اول مره بنخوض التجربه. وان شاء الله في المرات الجايه يكون في ناس افضل مننا واحسن مننا، وان شاء الله ان شاء الله يعني احنا ادينا كل اللي نقدر عليه واللي ما نقدرش عليه، صرفنا اتحركنا رحنا للناس ادينا دور كويس جدا جدا في ايجابيه. خلينا المجموعه الثانيه ما كانتش بتنزل للناس، نزلت للناس الشوارع وراحت للناس واستعطفتهم واستجدت ان هم يجوا يدوهم اصواتهم علشان لو قدامهم ناس، ولو والا كانت هتبقى تزكيه وما كانش هيبقى في انتخابات. واحنا ان شاء الله يعني ادينا دورنا، وبننتظر ان شاء الله النتيجه اهو، وتعلن النتيجه ان شاء الله.